الزملاء الصحفيين المصورين والصحفيين معاه هذا الاقتراح وتيقولوا لنا محتاجين باش يمكن لينا اننا غدا نحميو راسنا ونحميو المهنه ديالنا وما تسماش الخدمه ديالنا محروقه كما قال الزميل ديالنا ديال الحبشاوي ديال اخبار في يوتيوب ولا في اي بلاصه ما يحدث. قضاء على منتحي الاستيفاه عنده حل واحد هو الالتزام بالمهنيه وباخلاقيات المهنه. كيف يمكن ان نميز ما بين قناه يوتيوبرز معينه وما بين قناه يوتيوب لموقع الكتروني محترم هو مدى احترام لاخلاقيات المهنه ومدى احترام القوانين المنظمه لاخلاقيات المهنه. هذا هو الفرق. يمكن اليوم لا توندونس العالم تتجه نحو مثل تلك القنوات وملكة الاخبار الفضائحيه والاخبار الغير موثوقه والكلام يعني اللي ما فيه يعني يحملوا الكثير من الاخلاقيات، ولكن اكيد ان المستقبل سيغير كل هذا الشيء، لانه يمكن للانسان والعقل البشري ان يقول بانه احنا محتاجين لاخبار جاده، لاخبار رزينه، لاخبار فيها الاخلاقيات المهنه حاضره. يعني هذا يعني ممارستك المهنيه الحقة هي التي تميزك عن الاخرين. وكيفاش يمكن لنا نميزوا نفسنا عن الاخرين عند تصوير الاحداث الميدانيه ولا تغطيه الاحداث الميدانيه؟ اليوم ما تابعتوا النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه دارت لقاء مع المديريه العامه للامن الوطني. واش تبعتوا هذا الامر ولا لا؟ واجتهدنا واقترحنا احنا على انه اليوم الصحفي المصور عندما يغطي الاحداث الميدانيه سيلب يكون عنده جيلين باش تميزو على المواطن صاحب الجهاز الرقمي. فالجيلي غادي تقترحنا انه المجلس الوطني للصحافه هو اللي خصو يصدرو ويكون تيحمل الرقم ديال بطاقه الصحافه، وحتى الجيلي يكون عنده واحد الترقيم، بمعنى انه الصحفي المصور عنده داك الجيلي ديالو خدام به كذا جيلي رسمي بحالو بحال البطاقه الوطنيه ولا بحال بطاقه الصحافه. صعيب انك تزورو كذا، وطبعا اللي غادي يزورو راه المآل ديال التزوير راه معروف. اقترحنا هذا الاقتراح، اغلبيه الزملاء الصحفيين المصورين والصحفيين مع هذا الاقتراح وتيقولوا لنا محتاجين باش يمكن لينا اننا غدا نحميو راسنا ونحميو المهنه ديالنا وما تسماش الخدمه ديالنا محروقه كما قال الزميل ديالنا ديال الحبشاوي ديال اخبار